طيب زياد، يعطيك العافية. يبدو أن هناك جماهير حولك الآن. مباريات اليوم دور الربع النهائي تجري اليوم، آخر جولات دور 16 من هذه البطولة. الأخبار والتفاصيل مع موفد الشرق إلى الدوحة زياد ديب. زياد، يعطيك العافية. يبدو أن هناك جماهير حولك الآن. مباريات اليوم ما هي وماذا نتوقع وإلى أي كفة تميل الترجيحات بالفوز؟ اهلا وسهلا نور. يعني صراحه انا موجود بسوق ويف من حوالي الساعه، جميع الجماهير المغربيه موجوده هون، حتى جميع العرب موجودين هون لمؤازره المنتخب المغربي، المنتخب اللي عم يمثل، المتبقي الوحيد اللي عم يمثل العرب وعم يمثل افريقيا بهذه البطوله. يعني الكل متحمس، المعنويات عاليه جدا. يعني انا بشكر الجماهير اللي حوالي صار لهم نص ساعه ناطرين ومتوجهين على الملعب كرمال يكونوا بكير ويدخلوا ويحضروا المباراه. الكل يعني كلنا حابين المغرب تتأهل. المغرب عم تقدم مستويات متميزة، تصدرت مجموعتها، رح تلعب مع إسبانيا الفريق القوي، ولكن إسبانيا حلت تاني بالمجموعة. حجرب أخذ بعض الآراء وبعض التوقعات لهذه المباراة. أهلا وسهلا فيك، شو رأيك بهذه المباراة ومين تفكر حيربح؟ كيف شايف المباراة؟ إن شاء الله المنتخب الشقيق المغربي هو له الحظ إن شاء الله. احنا جينا من فلسطين، نعم، خصوصا لنساند اخواننا المغاربي، نعم، وكل التمنيات. فخر للعرب، يعني فخر للعرب. شكرا. مرحبا فيك، انت جاي من المغرب تتأذر المغرب، كيف شايف المباراة وين بتشوف المغرب بهالبطولة؟ وانا جاي من المغرب 24 ساعة في الطيارة عشان اصل هنا لسميتو قطر ونتفرج في المباراة. ان شاء الله وصبري قالها قبل المباريات، قبل كاس العالم. نتمنى التوفيق زياد للمنتخب المغربي في المونديال 2000. انتهى وقت البرنامج زياد. شكرا، شكرا لك. ثانك يو. شكرا. التوفيق للمنتخب العربي الاخير في هذه الدورة. من الدوحة حدثنا الزميل زياد ديب. نكون قد وصلنا لنهاية شرق غرب اليوم. شكرا.